خالد السعود. هذا السر يا ابو بدر. ها؟ هذا السر للمعلوميه، هذا السر من اسرار البطوله، التخدير اللي استخدم الخصوم اللي لجمهورهم، وانه الفتح لا باقي يلا جايكم لا تخافون، بيتعثر. وهذه كانت كنا نلعب عليها يعني، على الاقل داخل النادي كانت هي يمكن من عززتوها من الاشياء اللي ساعدتنا، انه استخدمناها. هي كانت طبعا من الممكن انها تضغط الفريق او تحبط العناصر الفريق، ولكن طبعا تم تسخيرها لصالح. في اشياء سلبيه ابو بدر قد تحصل لك هنا، الاداره الجيده، الجهاز الفني ومجموعه اللاعبين كيف تفاهم وكيف انها تجير الاشياء اللي تراها او يراها الجميع في ظاهرها سلبيه وفي باطنها بشكل سلبي او سيء. من الممكن انه كم الخساره، مثل ما تكون الخساره موجعه لك وتخسر منها 3 نقاط، قد تكون نعم هي جرس انذار لك وتنبهك. الدوري صحيح طويل ابو بدر، ولكن اذا فرق، على الاقل الفرق اللي كان معول عليها انها تنافس والى الان ما واجهت اي فريق من فرق الصداره او الفرق اللي من الممكن ان، اذا انت ما قبلت لا هلال ولا نصر على سبيل المثال، اتكلم بشكل مباشر للاهلي، اذا ما قبلت الى الان لا هلال ولا نصر ولا اتحاد حقيقه هو مجموع ما صرف على الفريق كبير جدا. والكلام ينطبق على جميع الفرق اللي يمكن انت اوجدت العذر الباطن والطائي. انا في رايي الشخصي يمكن انا الفريق الوحيد الطائي كونه صاعد حديثا بعد فتره طويله، الباطن ما هو بغريب على الدوري. ايضا المجموع ما يصرف على الفرق او الدعم الكبير جدا واللي ما في اداره حقيقه، جميع الادارات ما هي مستوعبه حجم الدعم اللي حقيقه لابد ان احنا في كل مره نشيد فيه، لانه بصراحه شيء كبير جدا، وهذا يعطي للادارات بشكل عام اريحيه في العمل.